أول صورة معانا النهاردة يا دكتور وهي قرحة المعدة، هل ده شكلها وهل هي حاجة مؤذية قوي لما تكون موجودة ولا طبيعتها إزاي؟ طبعا القرحه هي منظرها بيبقى في الصوره زي ما في الصوره كده بالظبط، كانها حفره في جدار المعده. الحفره دي نتجت عن ايه؟ نتجت عن التهاب مزمن في جدار المعده بسبب الحمض او حتى الاكل المختلط بالحمض لما بينزل على جدار المعده اللي مش مغطى بالغشاء المخاطي اللي اتلف بسبب اي حاجه، بيعمل التهاب ثم زي بيخلي جدار المعده يفقد نعومته، تبقى فيه زي حفره كده في جدار المعده. طبعا الحفره دي او القرحه دي لما بينزل عليها الاكل او بتنزل عليها عصاره المعده بعد كده بتعمل الم شديد جدا. الم قرحه المعده اللي بالمنظر ده بيجي بعد الاكل مباشره، مجرد ما المريض يحط الاكل في بقه ويبدا الاكل ينزل المعده في دقائق معدوده يبدا يشعر بالالم. بالظبط، يحس بالم شديد جدا، علشان كده المريض ده بيشعر دايما وزنه بينزل على طول. تمام، خلينا ناخد الصوره الثانيه. الصوره الثانيه بتخص الجزء الثاني من الجهاز او التكمله وهو الاثنى عشر. بنسمع كتير عن قرحة الاثنى عشر. قرحة الاثنى عشر زي ما في الصورة كده، ده مكانها فعلا يا دكتور؟ مكانها دايما غالبا بيبقى في الجزء الأول من الاثنى عشر بعد نهاية المعدة، بعد نهاية المعدة على طول بعد فتحة البواب. تمام بالظبط، اللي هي الفتحة اللي في نهاية المعدة اللي ما بين المعدة وما بين الاثنى عشر، ده مكانها دايما، اللي هو مكان ما الأكل بيخرج من المعدة يتوجه ناحية الاثنى عشر، ودي بتعمل ألم شديد جدا وبيسمع للظهر، والالم ده غالبا بيجي بعد الاكل بفتره، مش بعد الاكل مباشره. مع ذلك دكتور معانا ان في فرق بين قرحه المعده وقرحه الاثنى عشر. بالظبط كده، مختلفين بالزبط. مختلفين. تمام. مختلفين اختلاف كبير، ومجرد بس ممكن بسماع شكوى المريض اقدر اميز حتى بشكوته فقط من غير ما اعمل له منظار، اقدر اعرف القرحه دي غالبا مكانها المعده او الاثنى عشر. طب اعذرني انا هحط نفسي مكان الساده المشاهدين وهسال حضرتك، يعني الواحد ممكن يجي له قرحه معده او قرحه الاثنى عشر فجاه، ولا دي بتاخد وقت طويل بتتكون بعد مدة زمنية؟ إيه اللي بيحصل؟ حدوث قرحة المعدة غالبا بنسبة كبيرة جدا بيبقى مزمن. حدوث القرحة فجأة ده في أسباب نادرة جدا، مثلا حد تعرض لضغط شديد، ضغط عصبي شديد جدا جدا جدا، حصل حادث شديد، حصل مثلا حاجة من الحاجات الطارئة الشديدة زي مثلا حرق مثلا شديد في الجسم. ودي كله نادر ده نادرا، ده اللي ممكن يحصل فيه قرحة حادة فجأة في خلال يوم أو اتنين تتكون بسبب بيسموها ستريس ألسر، قرحة ناتجة عن الشد العصبي الشديد. إنما الأغلب بيبقى مزمن. يعني عايزين نقول للسادة المشاهدين إنه غالبا أنت بتعاني من مشكلة وسايبها، بتعاني من مشكلة وما بتعالجش منها مظبوط، صح كده؟ بالظبط كده، يعني غالبا أنت عندك أعراض ومطنش ساكت سايبها شوية، فبتتطور مع مرور الوقت إلى قرحة. خلينا ناخد الصورة الثالثة. الصورة الثالثة يعني مش مفروض نعمل لها حلقة لوحدها، وهي الميكروب الحلزوني او الجرثومة. انا هسيب حضرتك تتكلم عنه في تعليقا على هذه الصوره. الجرثومة الحلزونيه دي عرفها العالم حديثا، ويمكن اللي اكتشفها العالمين وارن ومارشال وخدوا عليها جائزه نوبل. الجرثومة دي زي ما قلنا من شويه بتتلف الغشاء المخاطي المبطن للمعده، وبالتالي بتسمح للعصاره تخترق هذا الغشاء المخاطي وتعمل قرحه في المعده. ده مش بيحصل في كل الناس، لان هي موجوده عند نسبه كبيره جدا جدا من العالم. الجرثومه الحلزونيه احصائيا قالوا انها موجوده عند 50% من سكان الكره الارضيه. في بعض البلاد ممكن توصل نسبه الاصابه بالجرثومه الحلزونيه الى 80% ويمكن اكتر. لكن هل الفكره، هل 50% من سكان العالم عندهم اعراض من هذه الجرثومه؟ لا، لان ممكن نسبه كبيره جدا من الناس بيتعايشوا معاها عادي وما بتعملهمش مشاكل. الناس عندها ذعر من الجرثومة الحلزونية علشان عندها قلق شديد، بتسمع ان الجرثومة دي بتعمل اورام في المعدة وبتعمل اورام لمفاوية. والحقيقة اللي لازم الناس تعرفه ان نسبة حدوث اورام من جرثومة المعدة الحلزونية نسبة ضئيلة جدا 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 جدا، فاحنا ما عندناش ذعر كبير من هذه الجرثومة، خاصة وان علاجها فعال الحقيقة في نسبة 92% من الحالات بيستجيبوا بالعلاجات المبدئية العادية خالص. تمام يا دكتور، خلينا ناخد الصورة اللي بعدها. الصورة اللي بعدها مقلقة